السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، لله الحمد والشكر، الحمد لله. سؤالي يا شيخ الله يسترك دلوقتي، الأجور المحافظين القرآن تمام، هل هي حلال ولا حرام؟ المفروض المحافظين القرآن ما ياخدوش مثلا حتى لو سعر رمزي او فلوس رمزية؟ لا حلال، لا ممنوع اصلا وحرام. لا حلال، اما الدليل على ذلك فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومن الدليل أيضا أن مصعب بن عمير، لكن ليس صريحا، لكن عموما أقول الأحاديث الواردة في المنع ضعيفة كلها وضعفها شديد. من ذلك حديث: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها. هذا حديث ضعيف جدا لا يصح. وكذلك حديث: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، ضعيف ومؤول كذلك. وهكذا عموم الوارد في المنع ضعيف. بارك الله فيك، فهمتي؟ يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن عند جمهور العلماء. والدليل الصحيح الناصع: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يعني يجوز والحمد لله، بس السعر رمزي. أي سعر أنت تتفقون عليه. تمام، الله يسترك يا شيخ يا رب ويرحمك. شكرا. نعم يؤجر يا أحمد، مع كون يأخذ أجرا. ألا ترى أن أم موسى كانت ترضع طفلها وتأخذ أجرها ولها ثوابها؟ لا مانع يا علي بن عاف، لا مانع من اشتراط الأجر على القرآن.